رئيس السيسي يوجه بالاستمرار في بذل كافة الجهود لتقديم موقع البقعة المقدسة للتجلي الأعظم من أرض مصر للإنسانية وللعالم على النحو الأمثل. مدبولي يطمئن على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي. ماكرون يدعو قوات روسيا للانسحاب من محطة زابوريجيا النووية، وزيلنسكي يحذر من وقوع كارثة في المحطة النووية تهدد أوروبا بأسرها. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وصواري الإسكندرية، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية وكذلك سلسلة مشروعات سكن لكل المصريين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وصواري، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، كذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين. وقد عرض الدكتور عاصم الجزار في هذا الإطار سير العمل في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى انتهاء العمل بمدينة المنصورة الجديدة بطول 15 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط مباشرة، وذلك بكافة مكوناتها من أحياء سكنية بمختلف أنواعها من عمارات وفيلات ودور عبادة ومركز الرعاية الطبية ومباني تجارية وخدمية ومحطات معالجة وتحلية المياه ومحولات الكهرباء. وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في مستوى كافة الخدمات التي ستقدم لقاطني مدينة المنصورة الجديدة والقيام بالتنسيق الحضري على نحو مستدام يتماشى مع طبيعة الجو بالمنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية والطرق والمحاور المؤدية إلى الموقع، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في بذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة، مع مراعاة أن تكون المباني والإنشاءات والمرافق متناغمة مع الطبيعة البيئية للمكان، كذا زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة حفاظا على البيئة. كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، موجها سيادته بألا يقتصر التطوير على المعالم التاريخية والأثرية العريقة فقط، وإنما يمتد أيضا لكافة الأراضي والمواقع المتاخمة لها. وتم في ذات السياق عرض الموقف التنفيذي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير المثلث بالتناغم والتكامل مع مختلف أوجه التطوير الجاري بهذه المنطقة المركزية في العاصمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزار عرض أيضا جهود الوزارة للاطلاع بمشروع للتدريب الحرفي والفني للشباب في القرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج وفي إطار مبادرتي حياة كريمة وقوارب النجاة، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف تلك النوعية من البرامج ورفع مستواها وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها لاكتشاف المواهب والقدرات المتميزة في المجال الحرفي والفني مع صقلها على مستوى فني راقي، بالنظر لمساهمتها في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر والتي تحتاج لكافة سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين في
كافة المجالات، كما تم عرض الموقف التنفيذي بمدينة العالمين الجديدة، فضلا عن تطور الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية إلى جانب استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة منطقة الأبراج في حي المال والأعمال. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا للاطمئنان على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى التنسيق مع مسؤول هيئة الرقابة الإدارية لاختيار الأسر المستحقة، كما ستقوم وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي بإصدار قوائم الذين سيصرفون هذه السلع. كما تطرق الاجتماع إلى الاطمئنان على صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع يوم الأحد الماضي، حيث بدأ بالفعل صرف التعويضات لأسر نحو 30 من المتوفين. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ ما يلزم ومن شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف المحافظات. كما أوضح مدبولي أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير القدرات التخزينية للغلال والحبوب من خلال إنشاء منظومة الصوامع ساهم وبشكل كبير في تمكين الدولة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة وفي توفير الاحتياجات وتحقيق الأمن الغذائي المصري. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية وكذا موقف زراعة المحاصيل في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. وحرص رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الاطمئنان على الاحتياطي الاستراتيجي لسلع القمح والأرز والسكر التمويني والزيت التمويني والمكرونة واللحوم الحية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع آمن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن. كما تابع مدبولي خلال الاجتماع جهود وزارة الزراعة في تحديث القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير المحاصيل المختلفة في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. قرر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زيادة دعم أسر ضحايا كنيسة أبو سيفين بالجيزة بدعم نقدي بقيمة 25,000 جنيه لأسرة المتوفى و 5,000 جنيه لكل مصاب. يأتي ذلك استكمالا لدعم التحالف لأسر الضحايا، حيث يستمر التحالف بمؤسساته في التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لبحث كافة سبل الدعم اللازم لتقديمها لهم حتى نتجاوز تلك الأزمة. صرح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلقت اليوم بلاغا من مسؤولي كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح. كما صرح المصدر الأمني أنه تبين أن الحريق نشب بسقف القاعة غير مستخدمة، وبسؤال مسؤولي كنيسة وشهود الواقع أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي وجري اتخاذ الإجراءات القانونية في غضون ذلك. وأيضا أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع حريق، حيث أعلنت الوزارة أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى. باشرت النيابة العامة التحقيقات بعدما ورد إليها بلاغ باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، ما أسفر عن تلفيات بالقاعة ولم يسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد. انتقلت النيابة العامة على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت عددا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنة الهندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها وجاري استكمال التحقيقات.
تفقد محافظ المنيا أسامة القاضي موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث. وفور وصوله إلى موقع الحادث حرص المحافظ على معاينة وتفقد الموقع العام للكنيسة، كما اطمأن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف. وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم، لا سيما جرائم الاتجار وجلب وتصنيع المواد المخدرة والتهرب الجمركي، وأسفرت الجهود في هذا الإطار عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. نتابع. تواصل وزارة الداخلية تصديها لجرائم الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة لتجنب مخاطرها وانعكاساتها السلبية على المجتمع صحياً واقتصادياً وأمنياً. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية نقل وتهريب كمية من المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس عبر معدية الشط، مستخدماً سيارة نقل أعد بداخلها مخازن سرية ليصعب الوصول إليها. وتمكنت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبطه حال استقلاله السيارة وبحوزته 9600 تربة لمخدر الحشيش تزن طن و100 كيلوغرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الأفيون تزن 15 كيلوغرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 74 مليون جنيه. كما رصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بالقاهرة، وتمكنت من ضبطه حال استقلاله سيارة وبحوزته 510 تراب لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه، كما تم ضبط بندقية وطلقات نارية. على صعيد أمني آخر، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ من ضبط 15 طن من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات المحظور استيراديها داخل حاويتين بقصد التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي قدرت ب 11 مليون جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط 6 أطنان مستحضرات تجميل داخل حاوية مشمولها المستندي المشروع مواد غذائية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بأربعة ملايين جنيه. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 165 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 65 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 98 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 761 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 27 قضية بمضبوطات بلغت 151 طن أقماح محلية.
شارك وزير الخارجية سامح شكري عبر الفيديو كونفرنس في افتتاح الاجتماع الإقليمي لدول الكاريبي حول تغير المناخ المنعقد في الباهاما. وذكرت وزارة الخارجية أن شكري استعرض خلال الكلمة الرؤية المصرية لرئاستها للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، بما في ذلك أهمية التحول من الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض وحشد الدعم اللازم لعمل المناخ العالمي، منوها إلى الأهمية الكبيرة لمسألة توفير تمويل المناخ بوصفها المحرك الرئيس لعمل المناخ على الأصعدة كافة. أعربت مصر عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة حكومة وشعبا ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في هذا المصاب الأليم. كما أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية أرمينيا ولذوي ضحايا الانفجار الذي وقع في مركز تجاري بالعاصمة يريفان مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات. وأكدت مصر على تضامنها مع أرمينيا الصديقة في هذا المصاب الأليم. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك قال إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيسافر إلى ليفيف في أوكرانيا للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي. وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن غوتيريش سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يوم الجمعة. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، مشددا على المخاطر التي يشكلها وجودها على سلامة الموقع. وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحث ماكرون الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا. وكان زيلينسكي قد حذر من أنه إذا وقعت كارثة في زابوريجيا فإن أوروبا بأسرها ستكون مهددة، متهما الجيش الروسي بقصف المدن والبلدات المحيطة بالموقع. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء وتقويض أي مسارات تنمية بديلة للدول الأخرى. وخلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، اتهم بوتين واشنطن بالسعي لإطالة أمد الأزمة الأوكرانية وإشعال فتيل النزاعات في آسيا وأفريقيا، كما أنها حولت أوكرانيا إلى ساحة للحرب. الوضع في أوكرانيا يظهر أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا الصراع. هم يتصرفون بالطريقة نفسها تماماً لتغذية احتمالية نشوب أزمات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. إن المحاولة الأمريكية المتهورة في تايوان جزء من استراتيجية هادفة وواعية لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة والعالم وإحداث فوضى فيه. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن عمليات بلاده العسكرية في أوكرانيا مثلت نهاية لعالم أحادي القطب. وقال شويغو في كلمة خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، قال إن تعددية الأقطاب أصبحت واقعا وحقيقة، وقد تحددت أقطاب هذا العالم بوضوح. انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت رمزا
انتهاء العالم أحد القطب، والآن يتشكل عالم متعددة الأقطاب، وهو يتميز باحترام جميع الحقوق لجميع الشعوب، وناقشنا ذلك مرارا وتكرارا خلال الاجتماعات الماضية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي. والآن الوضع في العالم أسوأ من مما كان في عهد الحرب الباردة. دعا وزير الدفاع الصيني وي فينجي المجتمع الدولي إلى تعزيز التضامن في وقت يعاني فيه العالم من الأزمات وعدم الاستقرار. وخلال خطاب بالفيديو أمام مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، قال وزير الدفاع الصيني إن العالم قد دخل فترة من عدم الاستقرار العام والتغيرات الكبرى، وفي ظل هذه الظروف فإن الخيار الصحيح هو تضافر جهود البشرية. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن انفجارا وقع في مستودع ذخيرة ببلدة مايسوكوي في شبه جزيرة القرم، لكنه لم يوقع إصابات خطيرة. وأرجعت الدفاع الروسية الانفجار إلى اندلاع حريق في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع الذخيرة، هذا وأصيب مدنيان بجروح، وفقا لما أعلنه حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف. Полностью уничтожены две роты 72-й механизированной. ذكر مصدر ملاحي وبيانات لأقمار صناعية أن أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب منها قبل أسبوعين رست في ميناء طرطوس السوري اليوم. وأبحرت السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس، لكنها لم تفرغ حمولتها في لبنان كما كان مخططا، ولم يكن موقعها واضحا في الأيام الأخيرة لأنها أبقت جهاز الإرسال والاستقبال مغلقا. وأظهرت صور للأقمار الصناعية السفينة في ميناء طرطوس صباح اليوم، وأكد مصدر ملاحي أنها رست هناك، وقال إنها ستفرغ على الأقل جزءا من شحنتها من الذرة في سوريا. أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية أن أول سفينة تابعة للأمم المتحدة لنقل الحبوب غادرت ميناء بيفديني جنوب البلاد. وأوضحت الوزارة أن السفينة متجهة إلى إفريقيا ومحملة بنحو 23 ألف طن من القمح. وتعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول في العالم المصدرة للقمح الذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا بسبب الأزمة الحالية. قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف إن بلاده يمكنها تصدير 3 ملايين طن من الحبوب من موانيها في سبتمبر المقبل. وأضاف فاسكوف أن أوكرانيا تلقت طلبات لوصول 30 سفينة إليها في الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب. هذا وتراجعت صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، وأغلقت موانيها على البحر الأسود، وبموجب اتفاق بين موسكو وكييف تم فتح 3 مواني على البحر الأسود الشهر الماضي، الأمر الذي جعل من الممكن إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى المشترين. قالت شركة الغاز الروسية غازبروم إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60% في شتاء هذا العام، بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية. وأضافت غازبروم أن أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار لألف متر مكعب. وفقا للتقديرات فإنه إذا استمر مثل هذا الاتجاه فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء. أعلنت مولدوفا عدم قدرتها على سداد تكلفة مخصصات واردات الغاز الروسي مع بلوغ أسعار الغاز العالمية أرقاما قياسية.
وأكدت مؤسسة غاز مولدوفا أن الأسعار الجديدة التي أقرتها هيئة تنظيم السوق لا تغطي سعر الاستيراد وسعر النقل، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الفواتير غير المسددة بما يقرب من 200 مليون يورو. أزمات عدة تواجهها القارة الأوروبية في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي صدارة هذه الأزمات تأمين إمدادات الطاقة وتوفير الغذاء. مولدوفا واحدة من الدول الأوروبية التي أعلنت عدم قدرتها على سداد تكلفة واردات الغاز الروسي مع تسجيل أسعار الغاز العالمية أرقاما قياسية. مؤسسة غاز مولدوفا قالت إن عدم الوفاء بالمخصصات المالية للمورد الروسي غاز بروم من شأنه أن يؤدي إلى انقطاع إمدادات الغاز الواردة إلى البلاد في الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل، وطلبت مؤسسة غاز مولدوفا الحصول على تسهيلات مالية من عملاق الغاز الروسي والقبول بإعادة جدولة المدفوعات. وأكدت المؤسسة أن الأسعار الجديدة التي أقرتها هيئة تنظيم السوق لا تغطي سعر الاستيراد وسعر النقل، مما سيؤدي إلى ارتفاع الفواتير غير المسددة بما يقرب من 200 مليون يورو حتى نهاية هذا العام. هي ظروف اقتصادية صعبة لا تواجه مولدوفا فحسب، بل أيضا معظم الدول الأوروبية، ولكن جوانب مختلفة طالما تواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. شهدت أسعار الوقود بجميع أنواعه ارتفاعا ملحوظا في لبنان بالتزامن مع استمرار الزيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية، وتم تسعير الوقود بشكل فوري مع التغير في سعر الصرف. يذكر أن مصرف لبنان المركزي اعتمد سياسة جديدة لتسعير البنزين ليتم احتساب 70% من السعر وفقا لمنصة الصرافة الرسمية، فيما يتم اعتماد 30% من السعر وفقا لسعر السوق غير الرسمي والذي يفوق السعر الرسمي بنحو 6000 ليرة للدولار الواحد. أكد البنك المركزي في فنزويلا أنه تم بيع 6 أطنان من الذهب بحلول يونيو 2022 حسبما أظهرت الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من العام. وأشار البنك المركزي الفنزويلي إلى أن كمية سبائك الذهب بالبنك في نهاية النصف الأول من العام بلغت ما يعادل 73 طنا، وهو أدنى مستوى في 50 عاما. هبطت معنويات المستثمرين الألمان بشكل طفيف في أغسطس بسبب القلق من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك الخاص. شهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني وأصبح على حافة الانكماش بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وجائحة كورونا وتعطل الإمدادات وسط معدلات تضخم بلغت 8.5%. كان وزير المالية كريستيان ليندنر قد أكد الأسبوع الماضي أن الوضع الاقتصادي يتدهور في ألمانيا ونتقوا أن التوقعات المستقبلية هشة. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها تعقبت 30 طائرة عسكرية صينية وخمس سفن في جميع أنحاء البلاد حتى الليلة الماضية. ونقلت الصحيفة المحلية عن الوزارة قولها إنه من بين 30 طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الصيني عبرت 14 طائرة صينية خط الوسط لمضيق تايوان. يأتي هذا مع إعلان قيادة المسرح الشرقي لجيش الصين أنها ستبدأ جولة جديدة من الدوريات المشتركة والتدريبات القتالية في المجال الجوي والبحري حول تايوان، ردا على زيارة مفاجئة لخمسة مشرعين أمريكيين بقيادة السيناتور إيد ماركي. أكد نائب الأدميرال في الأسطول الأمريكي السابع كار توماس أن قرار الصين بإطلاق صواريخ فوق تايوان يجب أن يواجه اعتراضا باعتباره عملا غير مسؤول. وأشار توماس إلى أنه يجب إعادة النظر في تصرفات ومطالب الصين، وقال إن الصواريخ الباليستية فوق الجزيرة كادت تلامس ممرات الملاحة البحرية الدولية.
قال وزير الدفاع الياباني ياسوكو كازو حمادا إنه اتفق مع نظيره الأمريكي لويد أوستن على التعاون للرد على أي موقف فيما يتعلق بتايوان. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الياباني ونظيره الأمريكي. وأشار وزير الدفاع الياباني إلى أن طوكيو وواشنطن يرغبان في تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي للردع وللمحافظة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ آمنة. أكد الجيش الأمريكي أنه أجرى اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات تأجل إطلاقه لتجنب تصعيد التوتر مع الصين. وأكد الجيش الأمريكي أن الاختبار يظهر جاهزية القوى النووية الأمريكية ويوفر الثقة في مدى فتك وفاعلية الردع النووي للولايات المتحدة. نشرة التاسعة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. هيئة الانتخابات التونسية تعلن النتائج النهائية بشان الاستفتاء على الدستور الجديد وتؤكد استعدادها للانتخابات المقبلة بناء على هذا الدستور. أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن نتائج الاستفتاء النهائي حول مشروع الدستور الجديد مؤكدة أن الدستور يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عليه وأنها مستعدة للانتخابات المقبلة بناء على الدستور الجديد. وأشارت هيئة الانتخابات إلى أن أكثر من 2.6 مليون ناخب أيدوا الدستور الجديد بنسبة 94.6% من بين أكثر من 2.8 مليون ناخب أدلى بصوته في الاستفتاء. يدخل الدستور الجديد للجمهورية التونسية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج الاستفتاء النهائية، وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ كدستور للجمهورية التونسية، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة بالفصل 142 من دستور 25 جويلية 2022. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه سيدعو إلى حوار وطني عراقي غدا لكل قادة البلاد لحل الأزمة الحالية. وخلال كلمته بالجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء أضاف الكاظمي أن بلاده ما زالت تعيش التحديات السياسية والانسداد السياسي وانعكاساته على أداء الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحملها مسؤولية هذه الأزمة. أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف ألمانيا الداعمة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولف شولتز في برلين، ثمن الرئيس الفلسطيني مواصلة دعم ألمانيا لشعب بلاده لبناء قدراته وبناء مؤسساته الوطنية ودعم وكالة الأونروا، مؤكدا أهمية استمرار عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في عمان، قال وزير الخارجية الأردني إن أي طرح للقضية الفلسطينية غير حل الدولتين لا يقدم ولا يؤخر. وضعت معاليه بصورة الجهود التي تقوم بها المملكة من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال والذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967. من جانبه أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أنه لا سلام شامل دون تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية البحريني إنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس المحتلة. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن موقف البلدين تجاهها ثابت ودائم، ويدعو إلى ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
والدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لمبدأ حل الدولتين. اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج. تضمن جدول أعمال المؤتمر 3 جلسات عن المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري وخدمات الأحوال المدنية وتطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج. المؤتمر أنا يعني بتنبأ له بالنجاح رغم أنه هو لسه مبتدئ، لأن أنا اللي أنا شايفه فعلا أن هم بيتكلموا ومدين براح وصحة أن الواحد يتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصراحة، مش ما فيش حاجة اسمها قيود على حرية الرأي. المؤتمر لغاية دلوقتي احنا فات في جولة واحدة، لكن انا شايف الاسئلة اللي طرحت وعرض الوزيرة كان شيء جميل جدا واحنا كنا نفتقده، وشايف ان في حلول اتحطت على الطاولة ومن خلال مسؤولين، وان ده هيكون اعتقد في التوصيات الاخيرة هيكون لي مردود قوي هيفيد كل الناس. انا قابلت ناس مش من كندا بس، من كندا ومن أمريكا ومن أوروبا، حتى من بلاد عربية، وتختلف الاحتياجات من منطقة لأخرى أو من مهاجرين في بلاد عن بلاد أخرى. شايفة تطور صناعي وطرق ومواصلات، شايفة مرأة، شايفة جانب يعني كل الجوانب ما شاء الله، بس أكتر شيء تجارة صناعة طرق ومواصلات. يعني أنا لما بروح مصر وبرجع بعرف التغيير، يمكن أهل البلد ما ياخدوش بالهم من التغيير اللي حاصل، لكن أنا كروحة ورجعة لا شايفة ما شاء الله التغيير، بيعجبني حاجات كتيرة جدا. مصر يعني بقول اتطورت في السنوات الأخيرة كتير جدا، كتير كتير تغيير كبير وطفرة كبيرة. شكرا لسيادة الرئيس السيسي. التغيير ده اتأخر 30 سنة، بس اللي عمله سيادة الرئيس في الثمان سنين اللي فاتوا دول مجهود رائع ويشكر عليه. الله يحميه. المؤتمر مفيد جدا لأن هو بيجمع الكيانات المصرية بره بحيث إن مشاكلهم مواجهتهم كلها بره، استثماراتهم، مشاريعهم، شغلهم، كل ده لما يبقى عندنا كداتا ومعلومات نقدر نستغل الموقف ونفيدهم ونفيد البلد. احنا كمصريين كل سنة بنيجي بنلاقي طفرة جديدة جدا من طرق، كباري، البنية التحتية، في حاجة مش بنشوفها جديدة مش موجودة في هولندا حتى. يعني مصر وصلت لدرجة دلوقتي العالمية، احنا بنشوف كمصريين في الخارج بنسافر وبنرجع هنا نقول لا مش هي دي مصر، مصر بتقدم بسرعة رهيبة جدا. يسعى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030. تعود أهمية المركز التكنولوجي لتطبيق التكامل مع الرؤية المتفقة مع التحول الرقمي، والتي تقوم على ربط جميع الجهات بالمنظومة لمنع تضارب في البيانات. يسعى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030، ويعمل المركز أيضاً على تحسين رحلة المتعاملين داخل المركز وتحسين تجربتهم وإشراكهم في اتخاذ القرار من خلال تعزيز صور التلاحم المجتمعي وإيجاد مجتمع مشارك بفاعلية في التطوير. ويستهدف المركز التكنولوجي التحول نحو نقطة هامة تتعلق بالعاملين بالمركز وتحقيق بيئة عمل مناسبة وصحية. مركز تكنولوجي ده واحد من 11 مركز بيقدموا الخدمات المحليات للمواطنين. المركز ده مركز مؤخرا ضمن ال 11 مركز دول، 5 منهم تم اضافتهم العام الماضي بتكلفة تقديرية حوالي 30 مليون جنيه. المراكز ال 11 مربوطين مع بعض بيقدموا نفس الخدمات بنفس المستوى، بنتم متابعتهم باستمرار.
ضفنا إلى ذلك كمان مركز تكنولوجي متنقل بيروح للقرى والمراكز البعيدة يقدم لها الخدمات. المركز يعمل على تقديم مبادرات لجميع الفئات المتعاملة معه، حيث ركز على التمكين والدمج والاندماج بهدف تقديم خدمات تتفق مع المعايير المخطط لها وأفضل الممارسات العالمية في التميز والشفافية والحوكمة. كنا الأول بنتعب لما نروح نخلص مستحف الحكومة بنلاقي معاملة زحمة والمكان مش كويس مش منسق، انما النهارده الحمد لله يعني جينا كل حاجه مظبطه وكلها والموظفين في اماكنهم والمواعيد مظبوطه وفي معامله كويسه. يعني انا بشكر سياده الرئيس على كل الخدمات وكل الحاجات اللي عملها في البلد، والموقع هنا ممتاز وخدمات جميله خالص، والموظفين مهتمين بينا في اقصى سرعه بيعملوا لنا احتياجاتنا. بحب نشكر الرئيس على المجهودات المعموله في المحافظه، وهنا نظام جميل ما فيش زحام زي ما كان الاول، والموظفين قامين على أحلى دور وأحسن استقبال. الموظفين هنا خدمتهم حلوة، وأي حاجة بنطلبوها منهم بيلبوها يعني. وأنا قابلت سيادة المحافظ بصراحة وقاعد يسمعني، واللي طلبته ادهوني بصراحة يعني ما تأخرش عني. وتعود أهمية المركز التكنولوجي إلى تطبيق التكامل للرؤية المتفقة مع التحول الرقمي، والتي تقوم على ربط جميع الجهات على المنظومة لمنع التضارب في البيانات وسرعة تقديم الخدمات على أعلى مستوى. بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 30 مليون جنيه، تمكن المواطنون في أسوان من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر عن طريق الربط مع 11 مركزا في مدن وقرى المحافظة. تواصل مؤسسة حياة كريمة فعاليات مبادرة أنت الحياة بقرية قلهانة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، وتستمر حتى السبت المقبل. تقدم مؤسسة حياة كريمة العديد من الخدمات بالمبادرة، منها التوعية والترفيه، إضافة للخدمات الصحية والتعليمية ومسرح الأطفال وملتقى التوظيف والقافلة الطبية واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والمشورة الأسرية والتثقيف، فضلا عن ورش عمل حرفية وتوعية بمخاطر الإدمان. بناء الإنسان هو اللبنة الأولى لنشأة الحضارات والارتقاء بالدول، ومن أجل ذلك أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة، التي تعمل على توعية المواطنين وتأهيلهم فكريا وثقافيا، وبدأت بالفيوم. مبادرة أنت الحياة هي مبادرة تحت مظلة حياة كريمة، هي مبادرة خدمية وتنموية وتوعوية تمام لأهالي القرى الأكثر احتياجا أو قرى حياة كريمة في محافظة الفيوم تمام. هي فيها أنشطة مختلفة بتعاون جهات مختلفة، احنا معانا 6 جهات متعاونين مع مؤسسة حياة كريمة تمام، وكلهم تحت مظلة حياة كريمة بنعمل فعالية أنت الحياة. مبادرة أنت الحياة تشمل عدة قوافل، منها قوافل طبية، ومنها قوافل خاصة بالمجلس القومي للمرأة، ومنها حاجات خفيفة خاصة بالمجلس بالشباب الرياضة، ومن ضمن القوافل الطبيه طبعا اللي هي موجودين حضرتك دلوقتي، تخصصات اطفال، تطعيم كورونا، وفي بعض يعني وفي قياس ضغط، وفي كشف تنظيم اسره، يعني قوافل شامله بصراحه، قوافل جميله جدا وشامله حاجات كتير يعني. وبهدف نشر الوعي بين المواطنين بمختلف اعمارهم واهتماماتهم، المبادره تشمل عددا من ورش العمل التوعويه وفعاليات خاصه بتوعيه المراه والاسره وقوافل طبيه موسعه، بالاضافه لانشطه رياضيه للاطفال، وتتضمن ايضا عددا من الخدمات من استخراج لبطاقات الرقم القومي وكشف طبي مجاني. انا عملت الاول قطعت ورقه وطلعت فوق كشفت عند الدكتور، وعملت الدكتوره حولني عملت تحليل وعملت تحليلات وجبت علاج. انا جاي اكشف لاولادي على اساس ان في ناس جت امبارح وشكرت في الموضوع يعني، وهي حاجه كويسه فعلا ان احنا الناس تساعد بعضيتها. تستمر المبادرة التي بدأت بمحافظة الفيوم حتى 20 أغسطس الجاري لتتنوع بها الخدمات والأنشطة والفعاليات، بالإضافة للندوات والمحاضرات التثقيفية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت على مدار يومين.
قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 221 حالة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء 55 فحصا معمليا فضلا عن إجراء 22 فحصا بالأشعة والسونار و35 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. موعدنا الآن مشاهدينا الكرام مع الأخبار الاقتصادية. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا جديدا بعنوان فيتش التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر. سلط المركز الضوء على تقرير أصدرته فيتش يحلل فيه التعديلات الوزارية وأثارها الإيجابية على استقرار الخطط التنموية في مصر. جاء في الرسم التوضيحي أن فيتش قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي في البلاد بسبب الآثار الإيجابية التي سيشكلها التعديل الوزاري الأخير، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري بمثابة تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية. كما أوضحت فيتش أن التعديل الوزاري مهم لاستمرارية السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها، كما سيساعد على تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع محافظ الغربية طارق رحمي منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة. أكد الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بكافة محافظات مصر، والاستفادة من جميع الإمكانات التصنيعية المتاحة، والارتكاز على الميزة التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة معدلات التصدير. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية أظهرت ارتفاعا ملحوظا في شهر مايو 2022. أكد الجهاز أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية ارتفع خلال شهر مايو بنسبة قدرها 3.91%. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشر إي جي أكس 70 وإي جي أكس 100. تراجع رأس المال السوقي بنحو 1.450 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 669.530 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي أكس 30 عند مستوى 9914 نقطة، متراجعا بنسبة 72%، ليغلق عند مستوى 9843 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي أوزان عند مستوى 2130 نقطة، مرتفعا بنسبة 92%، ليغلق عند مستوى 2149 نقطة. فتح مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3048 نقطة، مرتفعا بنسبة 53%، ليغلق عند مستوى 3064 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و10 قروش للشراء و19 جنيه و17 قرش للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و36 قرشا للشراء و19 جنيه و44 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و98 قرشا للشراء و23 جنيه و8 قروش للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.19 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع.
هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو متأثرا بارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار مواد البناء، ما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم قد تواصل الانكماش في الربع الثالث. قالت وزارة التجارة الأمريكية أن بناء المساكن الجديدة هوى بنسبة 9.6%، كما هبطت التراخيص لبناء المساكن مستقبلا بنسبة 1.3%. أظهرت بيانات رسمية تراجعا في سوق العمل البريطانية، حيث صارت الشركات أكثر حذرا فيما يتعلق بالتوظيف، وواجه العمال انخفاضا قياسيا لأجورهم الأساسية عند تعديلها، ومع ارتفاع التضخم واستقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.8% بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للسحر ونهو لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. في إسبانيا يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق إقليم أليكانتي الساحلي الشرقي، والتي أتت على ما يقرب من 10,000 هكتار وأجبر نحو 1,000 شخص على ترك منازلهم. يذكر أن حريقين آخرين نشطا في مقاطعة كاستيليون الشرقية وسرقسطة الشمالية الشرقية، وتم نشر أفراد من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية لمساعدة رجال الإطفاء في مهمتهم. هذا وكشف نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن أكثر من 248,000 هكتار من الغابات طالتها الحرائق خلال هذا العام في إسبانيا. قالت المفوضيه الاوروبيه ان اوروبا ربما تكون في خضم اسوأ موجه جفاف منذ 500 عام، حيث تعاني دول اوروبيه عده من ارتفاع درجات الحراره وقله تساقط الامطار. وقال الناطق باسم المفوضيه الاوروبيه يوهانس باهريك ان البيانات الحاليه تشير الى ان موجه الجفاف هذه تعد اسوأ موجه منذ عام 2018، والتي كانت بدورها الأسوأ منذ عام 1540. أوروبا ربما تكون في خضم أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، حيث تعاني دول أوروبية عدة من ارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار. الوقت ما زال مبكرا لإعطاء إجابة محددة، لكن البيانات الحالية لدى المفوضية الأوروبية تشير إلى أن موجة الجفاف هذه أسوأ من موجة عام 2018، والتي كانت بدورها الأسوأ منذ عام 1540. موعدنا الآن مع الأخبار الرياضية. ومرة أخرى فاطمة خليل. شكرا نهى، شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. تقرر إقامة أول معسكر للمنتخب الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مطلع شهر سبتمبر المقبل. تحددت الفترة من الأول إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر الذي يمثل افتتاح استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما في شهر يونيو من العام المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. يحل الأهلي غدا ضيفا على إيستر كامباني في الجولة 31 من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يستضيف أنفي فريق طلاء الجيش. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع الظهير الإسباني الشاب سيرجي جوميز قادما من أندرلخت البلجيكية. وأوضح مانشستر سيتي أنه ضم جوميز خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعقد مدته 4 مواسم دون كشف عن التفاصيل المالية للصفقة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق عضوية الاتحاد الهندي، ما يعني أن البلاد لا يمكنها حاليا استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات دون 17 عاما المقررة في أكتوبر القادم. أوضح فيفا أن مجلسه
قرر بالإجماع تعليق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم بسبب تأثير غير مبرر من طرف ثالث، وهو ما يشكل انتهاكا لنظام فيفا الأساسي. وكان رئيس الاتحاد الهندي السابق برافول باتيل قد قرر البقاء في منصبه رغم انتهاء فترته وفترة ولايته ومن دون إجراء انتخابات جديدة، وهو إجراء قضت المحاكم بأنه باطل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لسحر ونهى لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل. تأكيدا على توجه الدولة في دمج ذوي الهمم، أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن تعيين المعيدتين شيماء محمد وميار سامي بقسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، وذلك للمرة الأولى منذ إنشائها عام 2016 بعد تفوقهما وحصولهما على أعلى التقديرات خلال الفترة الدراسية وتصدرهما أوائل الدفعة. وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أنه تم التوجيه بتوفير كافة وسائل الراحة للمعيدتين عقب تعيينهما على درجة معاونة في كلية العلوم. نحن عيننا اثنين من الطلاب وهم الأوائل على الدفعة وهم ذوي إعاقة بصرية، تم تعيينهم معيدين في كلية علوم الإعاقة، ودي تجربة جديدة على الجامعات المصرية ان يتعين ناس عندهم إعاقة بصرية في كلية في نفس التخصص، ويبقوا ان شاء الله بداية انهم يبقوا اعضاء التدريس. لقيت في الكلية فيها الجانب الانساني اللي هو ممكن يكون مفتقد في اي مكان تاني، ان ممكن الكليات التانية بتعامل اللي هو بعيدا بقى عن انها الكلية اسمها علوم ذوي احتياجات خاصة، فبالتالي هي مهيئة للخدمة لخدمتنا احنا بشكل خاص. في البداية سمعت عن الكلية ان هي كلية فريدة من نوعها وكلية واعدة، والحمد لله ربنا كلل ثمرة تعبي وكفاحي ونجاحي بوصلت اللي انا وصلت له ده، وانا فعلا استحق اللي انا وصلت له ده. والان ننتقل الى اخبار الطقس والارصاد الجويه. فاطمه خليل، نعود اليها مجددا. تفضل. شكرا سحر، شكرا نهى، واهلا بكم مجددا واخيرا مشاهدينا، ووقفه اخيره مع احوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية غدا الأربعاء. أوضح الخبراء أن الإحساس بالطقس سيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية. وفيما يلي الدرجات بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 25، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-24، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 35-26 وجوها شديد الحرارة، سويس 35-25، العريش 32-24، طابة 35-26، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 37-28 وجوها أيضا شديد الحرارة، الأقصر 41-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 38-27، حلايب 35-28 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في بذل كافة الجهود لتقديم موقع البقعة المقدسة للتجلي الأعظم من أرض مصر للإنسانية وللعالم على النحو الأمثل. مدبولي يطمئن على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ماكرون يدعو قوات روسيا للانسحاب من محطة زابوريجيا النووية، وزيلينسكي يحذر من وقوع كارثة في المحطة النووية تهدد أوروبا بأسرها. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا هواء التاسعة، يستمر مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. أهلا بك يا نهى، ازيك يا صحرا، عاملين إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. بصوا بقى، احنا النهاردة عندنا فقرة، أو مش فقرة، هي الحلقة بتاعتنا قايمة على جامعة وأكاديمية ومدينة زويل. عايزكم تتفرجوا بعد ما نخلص وتروجوا بقى للموضوع ده في وسط القرايب، بما ان احنا خلصنا الثانويه العامه وفعلا هتخش الجامعه، حاجه محترمه جدا. أكيد. وادعوكوا برضو انكم تروحوا تلقوا عليها نظره، تعجبكم ان شاء الله. هنتابع معاك باذن الله. وسحر وشريف مذكور اصدقاء انتيم، خدي شريف معاكي برضو. صح. والله العظيم يعني شريف بيحب الحاجات دي، احنا لازم نقف جنب الجامعه دي جامد ان شاء الله. والله. اشكركم. شكرا. واستاذنكم نبدا احنا فقراتنا في السريع كده.